من خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس. أهلا بيكم أحبائي مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم إيمان كنيستي. الحلقة اللي فاتت كان الكنيسة سفينة وسفارة، أو سفارة وسفينة، وشرحنا باستفاضة يعني إيه الكنيسة سفارة. يعني الكنيسة بتمثل السماء على الأرض، والكنيسة سفينة بتشير إلى الخلاص أو اللي جوه. يعني كان كل اللي بره سفينة نوح هلكوا، لكن اللي دخلوا السفينة نجوا، عشان كده نجتنا وخلصنا جوه الكنيسة. هنكمل مع قدس أبونا المحبوب قدس أبونا سيدروس عبد المسيح كاهن كنيسة العذراء والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو. أهلا بيك قدس أبونا في حلقتنا النهاردة. هنرجع تاني للموضوع اللي ابتدينا فيه بعض الحلقات اللي فاتت، وهو الكنائس التقليدية والكنائس الغير تقليدية. وزي ما عرفنا مع أحبائنا المشاهدين من قدسك، الكنائس التقليدية بتعتمد على التسليم من أيام العصر الرسولي، والكنيسة بتستلم من العصر الرسولي إلى وقتنا، إلى ما وصلنا إليه دلوقتي. من عصر لعصر الكنيسة بتسلم بعض الطقوس في الكنيسة، إلى جانب طبعا الكتاب المقدس. لكن الكنائس الغير تقليدية يمكن تعتمد بس على الكتاب المقدس. بنقول إن في 5 كراسي رسوليين، في أورشليم، أنطاكيا، إسكندرية، القسطنطينية وروما. في الأول كده يعني إيه الكرسي الرسولي؟ كلمة كرسي استخدمها الكتاب المقدس، وحتى العالم لا يزال يستخدمها، سواء في مجال العلم أو مجال السياسة أو مجال الحكم. فكلمة كرسي لها أبعاد كبيرة عن معناها المادي. نقول إن مثلا الله في مزمور 47 عدد 8 الجالس على كرسي مجده. مزمور 45 عدد 1 كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. والترجمة القبطية ما بتقولش كرسيك، تقول عرشك يا الله بكثرونوس. ده لحن جميل، لحن جبار، بياخد تلت ساعة من الزمان، ورغم ان احنا ممكن نكون مش فاهمين بيتقال ايه، لكن منسجمين جدا مع اللحن. متقالش الا مرة واحدة في السنة في الجمعة الكبيرة، يتقال مرتين في الساعة 11 من يوم الثلاث، والساعة 12 من يوم الجمعة. فيتقال مرتين. لكن المرات دي مرات شاجية قوي. أنا بزف الملك لعرشه. ده تجليس وتنصيب لملوكية المسيح بكثرونس. عرشك يا الله إلى ظهر الدهور. ده لحن يعتبر خاص بالملك، الملك العظيم. في كورنثوس الثانية أصحاح 5 عدد 10 ما يقولش كرسي الله، يقول كرسي المسيح. لأنه لابد أن نظهر جميعا أمام كرسي المسيح ليأخذ كل واحد منا ما صنع بالجسد. في لوقا 1:32
بيقول يعطيها الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. في متى 23 عدد 2 بيشير لكرسي تاني، يقول على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون. ففي حاجة اسمها كرسي موسى. في لوقا 22 عدد 20 كلام قوي جدا، كثير المعنى قليل الاستخدام. المسيح له المجد بيشير إلى تلاميذه ويقول لهم: الحق الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسيه تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا. أجملت ولخصت كل الكلام ده العذراء مريم في لوقا 1:52 لما قالت: أنزل الأعزاء عن الكراسي. كراسي طبعا مش معناها المصنوعات الخشبية أو الأثاثات أو الفورنيتشر أو الكنب والدكك، لكن الكراسي هنا يعني من مسؤولياتهم. إذن تعبير كرسي عندما يقال عن كرسي رسولي هذا يعني سنتر، مقر أو إدارة. وقد عبر عن هذا في العصر الرسولي بوجود 5 كراسي رسولية هامة. طب اتسابونا يعني زي ما قلت في الأول، هم أورشليم، أنطاكيا، أسكندرية، قسطنطينية، وروما. يعني تدينا فكرة عن كل كرسي، وبعدين الكراسي دي يعني تاريخية ولا أهمية، الترتيب بتاعها. من شروط الكنيسة مع أن تكون واحدة ومقدسة وجماعة أن تكون رسولية. يعني تنتمي إلى رسول، ينتهي نسبها الروحي إلى رسول. لكن الكنيسة لما تستقطع من كنيسة وتبدأ من نفسها من غير ما يكون ليها رسول أسسها، أو حتى تكون اتبشرت أو تأسست عن طريق كنيسة رسولية. فمن شروط الكنيسة الهامة المربع بتاع الكنيسة: واحدة، مقدسة، جامعة، رسولية. يعني كلمة مقدسة تخص المسيح، كلمة رسولية تخص الرسل، كلمة واحدة تخص الكنيسة، كلمة جامعة تخص الناس، تخص الشعب. يبقى الكنيسة والمسيح والناس والرسل. جميل. أدى الأربعة دول. يبقى كنيسة بلا ناس تبقى مبنى. بالظبط. كنيسة بلا مسيح ما تبقاش مقدسة. كنيسة بلا كهنوت ما تبقاش جامعة. يبقى هنا لما نقول كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، يبقى الكنيسة المسيح الناس الآباء الرسل. عشان كده نرجع تاني موضوع الكنيسة بس جماعة المؤمنين ناقصة شوية. كلمة جماعة المؤمنين لا تفي بالغرض مطلقا. يعني مثلا في كورنثوس الأولى 14:26 يقول: فماذا أيها الإخوة، متى اجتمعتم في الكنيسة فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان. يعني حتى ما تقولوش المزامير مع بعض، كل واحد يتوزع عليه مزمور. وده اللي بنعمله في وده الكنيسة. اللي بنعمله بالظبط. حتى بنقول للشماس: وزعت المزامير. وكان زمان يقول له: اخرك يا معلم، يعني اخر مزمور عندك يقول اللي بعده. وبعدين في كورنثوس الاولى 14:34 بيقول: لتصمت نسائكم في الكنائس. ما قالش في جماعه المؤمنين، لا، في الكنيسه. في الكنيسه بالظبط. لانه ليس ماذون لهن ان يتكلمن. وطبعا ده الكلام ده ليه معنى تاني. وبعدين قبيح بالنساء ان تتكلم في الكنيسه، يعني الضوضاء والدوشه والشوشره، لكن مش معنى كده طبعا هي ليها دور في الكنيسة. وبعد كده في كورنثوس الأولى 16:1 يقول لك: أوصيت كنائس غلاطيا هكذا افعلوا أنتم أيضا للجامع في القديسين. في فيليبي 4:15 بولس الرسول بيقول: أيها الفيليبيون، إنه بداية الإنجيل، لما خرجت من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب الأعطاء.
وبعدين في أعمال 11:96 يقول لك اجتمعوا في الكنيسة سنة كاملة وعلموا جمعا غفير، يعني اجتمعوا في قلب المؤمن زي ما ناس قالوا قلب المؤمن كنيسة. أنا ممكن أقول في كهنوت عام يشترك فيه كل الناس، لكن ده لا يمنع وجود كهنوت. وفي كمان إن اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في وسطهم، ده برضو المسيح موجود في كل مكان، لكن بنتكلم عن كنيسة أوسع بكتير من موضوع إن إحنا بس جماعة المؤمنين، وأكبر بكتير، وزي ما شرحنا أو قدسك شرحت يعني في الحلقات اللي فاتت. وطبعا هنا لما بيقول إذا اجتمع 2 أو 3 يعجبني تفسير ليه قال 2 أو 3 مش 3 أو 4، 1 أو 2. ليه؟ لأن الاتنين دول الأسرة، زوج وزوجة، خلفوا بقوا 3، بقوا أب وأم وابن. فدلوقتي لو هو زوج وزوجة يقدروا يكونوا الخلية اللي تكون الجسم كله. بالظبط. إذا كبروا عن كده وجابوا ناس يبقى أب وأم وأولاد. بالظبط. يبقى 2 زوج وزوجة، 3 أب أم أولاد. بالظبط. نيجي هنا ندخل في الكنائس الرسولية اللي طبعا تعتبر بدأت بيها الكنيسة وحتى الآن. أول كنيسة مفروض ان يكون ليها كل الاجلال والاحترام كنيسة اورشليم طبعا، ودي اللي بيسميها المزمور صهيون الام. تقول ان انسانا وانسان فيها هو العلي الذي اسسها، فدي كنيستنا الام، ده صهيون الام. صحيح افقر كنيسة واقل عددا وشعبا، ولكنها أول الكنائس رسولية وأول الكنائس تاريخا، وطبعا أول من قدمت أول شهيد في عالم الرسل استفانوس، هو القديس يعقوب، وأول من قدمت أول شهيد في عالم المسيحيين اللي حضرتك بتقوليه استفانوس. وطبعا القديس بولس لما شاف كنيسة أورشليم إن هي بتضمر من الفقر اللي فيها أمر بالجمع على مستوى العالم كله لفقراء الكنيسة في أورشليم. طب ليه الكنيسة في أورشليم فقرت؟ لأن كان في بداية المسيحية بيعملوا لها تصفية مالية، فكل واحد بيبيع أملاكه ويترجم البيت ده لفلوس، لأن كله هيهاجر. في أعمال 8:1، أما الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي حدث من أيام استفانوس قالوا مبشرين بالكلمة. طالما هيتشتتوا يسيب بيوت ليهم ويتعلقوا بيها ليه؟ فطالما هيتشتتوا يحملوها كأموال سائلة يتصرفوا بيها أو يدوها للكنيسة تبني بيها مستقبل. فتبقى الكنيسة الأولى في الكنائس الرسولية كنيسة أورشليم. كنيسة تانية التي تلي أورشليم في الكنائس الرسولية كنيسة أنطاكيا. وطبعا دي برضو فقيرة وصغيرة، لكن دي تعتبر الكنيسة الأممية الأولى، ودي بشرها القديس بطرس. وطبعا فيه كلام جاي على إن مين اللي بشر روما، بطرس ولا بولس؟ عايزين نشوف هذا المفهوم. ولما بشرها القديس بطرس وحب ينتقل يبشر غيرها ويعمل في كنائس أخرى، أقام عليها القديس أغناطيوس. وتاريخيا أقدر أقول شذرة تاريخية يمكن تهمنا، أغناطيوس السيوفوروس كان هو الطفل الذي أقامه يسوع في الوسط، وقال لتلاميذه إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. ده كان هو الطفل اللي المسيح أقامه. شوف الطفل ده كان معاصر للمسيح، يمكن المسيح كان يعمل له فصل مدارس الأحد. لما كبر استلمه بطرس وتحول عنده إلى أعظم شهيد، لدرجة إن آباء الكنيسة الأنطاكية بياخدوا اسمه لحد دلوقت. فكل بطرك يترسم يبقى أنبا أغناطيوس، بس مثلا البطريرك الحالي أنبا أغناطيوس زكا عيواص، البطريرك السابق أنبا أغناطيوس
يعقوب الأول. أيوه. فكل واحد ياخد اسم أغناطيوس مع اسمه، ويبقى مفيش أسقف يبقى اسمه أغناطيوس في الكنيسة الإنطاكية، لكن احنا عندنا أسقف باسم نيافة الأنبا أغناطيوس. ليه اعتبرناها الكنيسة الأممية الأولى؟ لأن في أعمال الرسل أصح 11 يقول لك دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. بالظبط. فطبعا دي الكنيسة الإنطاكية، والكنيسة الإنطاكية هي اللي عمدت بولس في دمشق في الزقاق الذي يقال له المستقيم. المستقيم. ومن دي سيدية انطلق بولس الرسول للخدمة. وهو مرضيش يبشر في المناطق دي احتراما لبطرس، وراح اشتغل في حتة تانية، لأنه كان بيقول حرصت أن لا أدعو حيث دعي المسيح لئلا أكون قد بنيت أو أبني على أساس آخر. الكنيسة الثالثة كنيسة الإسكندرية. كنيسة الإسكندرية كان لها دور كبير جدا تبوأته في قيادة العالم المسيحي عالميا، لدرجة أن الكنيسة كلها كانت تستنى لما كنيسة الإسكندرية تعلن عن بدء الصوم الكبير وعن بدء عيد القيامة، كأنها دار الإفتاء اللي بيعلن عن مولد رمضان، كأنها هلال رمضان قصدي، كأنها دار إفتاء للعالم كله. وبناء على كده كان يسمى بابا الإسكندرية، كان يسمى البابا. التعبير ده خده البابا أمونيوس البابا السابع في بابوات الكرازة المرقصية، وبعد كده بقى اسم الآباء الكنيسة لحد ما أصاب الكنيسة الضعف والذبول، وطبعا عانت كثيرا من هذا. وبعد كده كان يسموه قاضي المسكونة. يا سلام. يعني القضايا الكبرى مسيحيا يرجعوا للكرسي الإسكندري، يرجعوا للكرسي الإسكندري وهو الذي يبت فيها. وطبعا هو الكرسي ده اللي صدر الرهبان للعالم كله. أيوه. قداسة البابا في جامعة بون في ألمانيا قال لهم أي بطرك، أي كاردينال، أي بابا، أي أسقف، أي مطران تقابلوه قولوا له أصولك عندنا، لأن ده مش ممكن يكون بطرك في أي كنيسة تقليدية، كنيسة روما، كنيسة أنطاكيا إلى آخره، ولا أسقف ولا مطران ولا بابا ولا كاردينال لما يكون راهب. ده بتعلم الرهبانة منين؟ من مصر، في اسكندرية. المسيح نوه على الرهبانة في متى 19، لكن ما تنفذتش غير بعد القرن الثالث سنة 305. نوه على الرهبانة لما قال يوجد خصيان ولدوا هكذا، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله، ويوجد خصيان خصاهم الناس. التركيبة دي والتوزيع الثلاثية، اللي خصوا أنفسهم واللي الناس خصوهم واللي مولودين هكذا. وبعدين أن من أراد أن يقبل، يعني ما حطهاش شرط على أن دي لكل المسيحيين، وإلا نبقى لو ما نفذناهاش نبقى غلطانين. يبقى القديس الأنبا أنطونيوس عمل اللي مش مطلوب منه. ولو كان القديس الأنبا أنطونيوس اتجوز كانت الكنيسة حرمته وقالت له ما ترهبنتش ليه؟ لا، ده عمل اللي محدش طلبه. وبعدين اللي محدش طلبه كان جديد قدام الناس، لكن جذوره موجودة في متى 19. يبقى إذا ما كانش جديد. وبناء على كده خدت كل الكنايس من الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية القبطية نظام الرهبانة. ويمكن سبقونا، تعرف حضرتك أن أثيوبيا يوجد فيها 1500 دير؟ yeah. احنا عندنا العدد ديور رهبان ورهبات وديور مندثرة ولسه ما اشتغلتش، ما كملتش الثلاثين. yeah, يا ابونا الفرق ده. أثيوبيا فيها 1500 وكلهم معمرين يعني، وفيهم رهبان. هو لما راح قداسة البابا في أول زيارة لأثيوبيا ووقف قداسة المتنيح لأبونا بوبلو، بولس البطريرك أثيوبيا، قال هذا التعداد، قال إن إحنا شعبنا 50 مليون أرثوذكسي
وعندنا 1500 دير، وعندنا 15000 رهب. لما 50 مليون أرثوذكسي برضه ما ده كتير، ده عدد كبير. أصل احنا في مصر ما احناش مسيحيين بس. اه ما انا بقول ما هو لكن ده فرق أثيوبيا كبير. الغالبية المسيحية، الماجوريتي بتاعهم من الكنيسة المسيحية. فتعتبر، وبعدين طبعا الابنة التي يعني بقت دلوقتي أكبر من أمها، خرجت من مصر، اللي خرجت من مصر كرسي خلاص. وهم بيقولوا الإسكندرية أمنا ومري مرقس أبونا. ده في أديورة هناك، الأديورة تبقى تحت الجبل، فلما حد يحب رهب يرموا له حبل يطلع في الحبل ده ينزل ما يطلعش تاني من الدنيا. يا سلام. عندهم نظام تقشف ونظام عبادة، هم خدوا ده مننا بس أتقنوه أكتر مننا يمكن. لكن مين المسيح قال ممكن التلميذ يبقى أفضل من معلمه بالضبط، يعني ممكن. لكن مين اللي علم العالم درس الرهبنة؟ قيادة المجامع. إذا كانت المجامع المقدسة 3 مجامع، فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية رأست المجمع الأول والمجمع الثالث. رئيس المجمع الأول كان البابا ألكسندروس في وجود قسطنطين الكبير. ورغم ان هو كان رئيس المجمع، لكن صوت المجمع اللي كان بيدوي في دهاليز المجمع كان شماس قبطي اثناسيوس، قديس اثناسيوس. وده طبعا تنحني امامه الجباه، طبعا حفظ الايمان. يا سلام. احد الاباء قال له لولاك يا اثناسيوس لكان الايمان الذي عندنا يختلف عن الايمان الذي تسلمته انت من آبائك وأجدادك. والقديس أنبنطونيوس قال عنه كلمة: مضى وقت كان العالم فيه يكاد أن يكون أريوسيا لولا أثناسيوس. طبعا عالم كله يشهد القديس أثناسيوس. 1373 قداسة البابا كان أحضر جسد أثناسيوس، فمرضيش قداسة البابا يقعد على الكرسي بتاع البابوية، يا سلام، الكرسي بتاع ماري مرقس اللي في الكاتدرائية، حط صندوق أثناسيوس على الكرسي وجاب كرسي حطه جنبه قعد عليه. يا سلام. لكن قعد أثناسيوس على الكرسي لأن أثناسيوس عاش 54 سنة، بطرك قعد على الكرسي 4 سنين وفي النفي 50. يا فأقل أيام حياته جلس على الكرسي، ويمكن ما عادش، ما تهناش بالكرسي. فقداسة البابا شنودة نيح الله نفسه لما جاب جسده سنة 73 في 13 مايو، حط الجسد على العرش بتاع ماري مرقس وقعد هو جنبه، ولما وقف يتكلم الكلمة جميلة جدا لازلت أذكرها رغم مرور 40 سنة دلوقتي. لست أستطيع أن أعرف كيف أتكلم وأنا واقف بجوار أثناسيوس. يا سلام. إذا حضر أثناسيوس يصمت الكل ولا يتكلم إلا أثناسيوس. وهو بنسميه أثناسيوس القرن العشرين. وبنسميه أثناسيوس القرن العشرين. فكنيسة الإسكندرية تعتبر ليها فضل كبير على كل العالم، لكن طبعا بينظر إليها نظرة رثاء على اعتبار العدد الذي تقلل والإمكانية التي لم تتكاثر. لكن برضو لازالت الكنيسة الكنيسة الفتية والقوية والغنية طبعاً اللي بتقدم للعالم شهادة حتى الآن. الكنيسة اللي بعد كده كنيسة القسطنطينية. كنيسة القسطنطينية في الوقت ده كانت قسطنطينوبل اللي هي اسطنبول دلوقتي، كانت عاصمة الدولة البيزنطية. وكان الملك قسطنطين ابن قسطنديوس قسطندي. كان طبعا مدي لها أهمية لأن مش معقول تبقى كنيسة المملكة. شوفوا دلوقتي ماذا حدث، يعني شوف الكنيسة مثلا يوم 13 توت تحتفل بالقديسة آجية صوفية اللي اتبنت على اسمها كنيسة أجية صوفية.
في مدينة اسطنبول، وراح زارها رئيس أمريكا السابق جورج بوش وقداسة البابا بنديكت السادس عشر، لأنها كانت كنيسة كانت تعتبر تحفة بالفسيفساء، تحفة معمارية بركة كويس. فكنيسة القسطنطينية طبعا كانت تعتبر الضلع الرابع. دخلت كنيسة روما لما بقت روما عاصمة العالم في الوقت ده، وكان النسر الروماني يخيم بظلاله على كل أرجاء الدنيا. وطبعا الملوك بتاع روما عملوا الطرق اللي توصل بين البلاد علشان يبقى سهولة التسلط والتملك على كل هذه البلاد. وطبعا كنيسة روما أصبح إن هم بيطالبوا بما هو أكثر من هذا، لكن الأربع كنائس الأولى كانت كنيسة روما أقل الكنائس أو آخر الكنائس، ده ثابت تاريخيا. رغم إن أغناطيوس السيئوفورس لم يكن بطريركا على روما، ولكن دفن في روما لأنه استشهد في روما. بولس الرسول استشهد في روما، بطرس الرسول استشهد في روما، كانت تعتبر هي دار القضاء العالي أو الاستئناف العالي، فدي الكنائس الرسولية. طيب أترك برضو نلحق ناخد سؤال كمان. بركة. المؤسس الكرسي البابوي أو الكنيسة في روما هو القديس بولس ولا القديس بطرس؟ القديس بولس وبطرس كلاهما استشهدا في روما. وقداسة البابا لما راح زار روما سنة 73 فبيسأل واحد من الكرادلة بيقول له كاتدرائية سانت بيتر، قال له I think that سانت بول بروكليم روم نوت سانت بيتر، قال له بوث الاثنين، لكن في شواهد في الكتاب المقدس تقول لنا غير كده. اول مثلا شاهد ان القديس بطرس رسول الختان، بولس رسول الامم. ايوه. اذا روما من تخصص بولس ولا بطرس؟ بولس. من تخصص رسول الختان ولا رسول الامم؟ تاني حاجة ذكر في اصحاح 28 من سفر اعمال الرسل ان القديس بولس ذهب الى روما وقعد سنتين. وقعد سنتين. ما ذكرش هذا عن بطرس. عن بطرس بالظبط. تالت حاجة ان في اصحاح 17 من 18 من سفر اعمال الرسل لما كان بولس خلاص مش قادر يقعد في كورنثوس بسبب متاعب ابولس وبسبب متاعب لوغانيا او اللي هي كانت غنية كورنثوس هجيب اسمها دلوقتي، ان بولس المسيح قال له ثق يا بولس انه كما شهدت بما لي في اورشليم هكذا ينبغي ان تشهد بما لي في روما ايضا. يبقى ده ربنا هو اللي بعته شخصيا. عشان كده لما قال الى قيصر انا رافع دعواي كانت يعني خطه ربنا انه يروح روما علشان بعدين لما قال له انت روماني؟ قال له آه. قال له ازاي تبقى روماني؟ ده انا خدتها بفلوس كتيره. قال له انا ولدت فيها. انا ولدت فيها. حاجه تانية كمان في روميا اصحاح واحد معلمنا بولس الرسول يقول لذلك حرصت ان لا ادعو حيث دعي المسيح لئلا ابني على اساس اخر. فلو كان بطرس سبق بولس في الخدمه في روما ما كانش بولس راح، لانه ما فيش واحد يبني والتاني واحد ياسس والتاني يبني. فالقديس بولس ما كانش راح، والدنيا طويله الدنيا واسعه. بلاش روما روح بلجيكا، بلاش بلجيكا روح استراليا، يعني كان ممكن قوي يدور يلاقي مكان اماكن كتيره جدا، الدنيا واسعه وقليل عليهم عدد الرسل لولا نعمه الروح القدس التي آذرتهم. وبعدين في رومية 14 و15 و16 يرسل سلامات الى كل الناس اللي في روما. طب لو بطرس كان موجود كان بعت له اول سلام طبعا،
سلام السلام إلى حبيبي وصديقي وزميلي وشريك الكفاح ورفيق السلاح إلى القديس بطرس. تبعت للكل ما عدا بطرس، أصله مش موجود هناك. ده بعت يقول سلموا على اسكندر وروفس. الله، اشمعنى الاتنين دول؟ أصل دول موقف الرسول قال إن سمعان القيرواني أبو اسكندر ورفس. فطب اشمعنى مرقس اللي قاله في الأناجيل الثلاثة متى ولوقا ما قالوش؟ أصل مرقس بيبعت كمان إنجيله للرومان. فلما كتب الإنجيل قال سمعان القيرواني اللي عندنا هنا يبقى أبو اسكندر ورفس اللي عندكم هناك. فطبعا دي بتدل على ان كاتب الانجيل كان بيكتب لاهل روما. الحاجة الاخيرة كمان، الى روما ارسل بولس رسالة، ومن روما ارسل بولس اربعة. يبقى ده معناه ان هو كان مسؤول عن روما، بحيث يفتقدهم بالزيارات اعمال 17 و28 ويفتقدهم بالرسائل، وأقام في روما بحيث أنه كتب من روما أربع رسائل. بركة القديس بولس وبطرس تكون معانا. أمين. مين أسس ومين استشهد؟ إحنا يعني الاثنين خدموا، زي ما هو قال كده، نحن خادمان أو عاملان مع الله. بشكر قدسك في نهاية حلقتنا، وعلى أمل لقاءات أخرى مع قدسك. المواضيع كتيرة وكبيرة. بشكركم أحبائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم إيمان كنيستي. من خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس.